السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Umar Abdullah. I'm studying in 4th standard. سورة البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسبوا بهذا البلد ومن تهلم بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أولدت مالا ولدا أيحسب أن لن يقدر أحد. ألم نجعل عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين. ولقتم القبر وما أدراك ما القبر. فك رقبه أو إدهام يتيما ذا مقربة أو مسكيما ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.